اللي هاخده في شنطتي لو انا دلوقتي رايحه اقضي دي يوز او رايحه اشوف بحر شمس اي حاجه. وفي الفيديو دوت هقول لكم على الحاجات اللي هاخدها لشعري علشان خاطر احميه وما يبقاش فيه اي ضرر. واه انا قد كلامي بجد ما فيش ولا ضرر. طبعا اول حاجه الشنطه بتاعتي اللي مكتوب عليها اسمي. اول حاجه قبل ما انزل هبل شعري كله ميه عذبه وهحط طبقه كبيره من زيت جوز الهند واوزعها على كل حته في شعري. بعد ما تطلعوا من البول هتلاقوا شعركم مترطب مش هايش مش جاف، بل بالعكس كمان بينمع كانكم كنتوا عاملين له حمام زيت. ده غير اصلا ان هو بيعزل ميه البحر والبسين عن الشعر تماما، فالشعر مش بيشرب اي حاجه ولا بيتضر. تاني حاجه هستخدمها شامبو فري سلفيت وصوديوم وكلورايد وكل حاجه، يكون طبيعي على قد ما اقدر ويكون فيه مواد مرطبه علشان فروه راسي وشعري ما يتضرروش باي حاجه تماما. تالت حاجه لازم اخدها معايا وهو حمام الكريم يكون فيه بروتين، لان يوم زي دوت شعري متعرض فيه للشمس او الرطوبه او الميه كتير، احتمالية كبيرة ان بروتينات الشعر تتكسر. رابع حاجة هاخدها معايا وهما الليف ان عشان يغلفوا الشعرية باقي اليوم وبس كده.